يا عريس يا ابيض درش زاد كلامه وزاد كلامه زاد كلامه عياد يا عياد يا عياد وزاد كلامه زاد كلامه زاد كلامه بلاش تجند ليلي فيا بلاش تهربني على المدار وبلاش تشد ليلي فيا يا لوناس يا لوناس بالراحة بالراحة اللي يحب النبي يرفع ايده للتاني فوق ما تسقف بسقف راجل واحد اضرب 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 بتقول عياد رقم واحد في مصر يعني هي الناس مش عارفة ان عياد رقم واحد في مصر طبعا عياد دوت نجم الفنانين طبعا نجم الفنانين عياد وانت الاسطورة رقم واحد في مصر عياد عياد ابو قلب ابيض عياد ابو عمار المجامل ابو عمار يا ابو عمار ما تطير الطيارة عايزين نسمع زغروطة اهو نسمع زغروطة جامدة قوي كده ولاد علام وولاد جودة انتوا ما بتزغرطوش انتوا ما تعششوش ولا ايه انا عايز اسمع زغروطة جامدة قوي يلا اهو طب اللي يحب بيقول ايه ايوه 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 قاعدين نتنا اقول ايه ايوه الله اكبر اسمع الاسطورة اسمعيني مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه ايوه الراعي رقم واحد اقسم بالله الناس كلها بتحبك انت معروف في مصر بحالك ومفيش اي مطرب دخل الفرح ده الا لما يكون رقم واحد في مصر حضر فرحك معانا في امبابه حضر فرحك السنه اللي فاتت ربنا يفرحك يا رب ربنا يفرحك عم معطي احمد ده رمضان فتح المزاد يا بشر هدو الكبير فيكو اصغر ما فيكو فانا لكن هوريكو
غير صفات يا ولملمة والحد فيكم قدنا انا قد مية زيكم فتح المزادي يا باشا انا غواريكم عاملين معلمين دول عاملين معلمين وليهم مية حساب فيهم أم التاريخ أكبر ما فيهم كذاب مش بالكلام المعلمة ولا هيصة فاضية ولا ملمة والحد فيهم قدنا أنا قد مية زيهم فتح المزادي يا باشا أنا غواريهم عايز أعرف هم مين ده أنا مش شايف حد فيهم لو هم معلمين أنا برضو كبير عليهم عايز اعرف يا قلبي هم مين يا اخي ما فيش الا انت على الحرام ما في مش شايف حد فيهم لو هم معلمين انا برضو كبير عليهم انت الاسطوره انت الاسطوره ما بلاش فيا يخبطوا ما يقدروش وعليا كمان ينبطوا ده المعروف فيهم انا هظبطه بطلوا بقى نميمة ما بلاش فيا تخبطوا وعليا كمان يتنططوا ده المعروف فيهم انا هظبطه بطلوا بقى نميمة ولا خلاص اتخرصتوا وجبتوا طرح ولبستوا من قلبي بقول انستوا شكرا يا معفنين مش بالكلام المعلمة ولا هزة فاضية يا قلب ولملمة بص صل على النبي انا ممكن اقطع شرايين ايديا لحظة يا اساتذة انا ممكن اقطع شرايين ايديا وما اقطعش حضرتك ممكن اقطع الببيونة اللي انا سالفها ده ايه وبرضه ما اقطعش حضرتك والله يا رجال انا بتقابل مع جناب الاسطورة اسماعيل الناسي في الشهر على الاقل 8 مرات بس انا اقدر اقول لكم النهارده مزاجه حلو وربنا هو شغال انا كنت معاه امبارح في محافظة بعيدة قوي غير هنا بس بما يرضي الله نسقف سقفة حلوة لجناب الاسطورة بص يا جناب الناس بتحبك وبرضو ما بلاش فيا يخبطوا وعليا كمان يتنطط ده المعود فيهم يا عياد انا هظبطه يبطلوا بقى النميمة مش بالكلام المعلمة ولا هي صفات يا ولملمة والحد فيهم قبلنا انا قد الف زيهم فتح المزادي يا باشا انا غواري رينا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي العيش اصله بلا بس الحب منه فيه في يوم ينادي الحبيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام العش أصله بلا بس الحب منه فيه يوم ينادي الحبيب النبي قال قال يديته شوفيه
كشفت عليه بايته لقيتي العلامة 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 فيه. لما سأل مين لما سأل مين هيس ستنا النبي طلعت ندم العلاني العلاني قال يا حليم أسير أنا مصدر أمر ربك لابد النفس في خليفة والنفس بس الشيطان خليفة والنفس بس الشيطان 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 ما تطوعوش اترك سبيل الطمع ما تناديت ما تحوش إبليس عدوة في ساعة الشر ما تطوعوش يا ما نصرحوا على باب سيدنا النبي ولا شافوهوش ولا وانا 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 انثبتوش ولا موصفوش اخدوا التجارة شطارة امي بصيروا وساعة الامضاء ما استنوش مسكين ياللي شبابك راح المسكين ياللي شبابك راح وانا دربتوش اكلت لحم اليتامى مفتري امن الكبري ما تركتوش ابو بيجيبوا الدواء تلع الدواء تخشوش يا ما نسرح على باب سيدنا النبي وانا شافوش وانا انثبتوش وانا نوصفوش اخدوا التجارة شطارة امي بصيرهم وساعة الامضاء ما استنوش مسكين ياللي شبابك راح وانا دربتوش جئت اخدوا الحبيب امن الكبري ما تركتوش فطرت رمضان عند اللي وانا سبتوش حتى فرد الكريم يا اخي ليه ما صلى ياللي دخلت الحمى اوعى تكون مغشوش للي سمع كلام اسمعين الليسي وعمل لنا مطروش يا قالوا فن الخواطر يا قالوا فن الخواطر يا قالوا فن الخواطر اسمع لنا وانظر خاطر انا جاي لكم بخواطر وجاي لكم بنظر عندي كتاب مغربي في عشر تسطر اول من السطر انا كاتب في نفسي وعزة نفسي وربنا منعاني انا بوحد سر الكلمة سر منعاني يقول اتقف عزة دغري برضو منعاني تاني من السطر الاولى المكتوب التانية انا كنت غاني بصباح دانا 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 المغلوب وتاني من السطر انا لو شاكيت اللي بيا راح افلق الى احضار اصعب على المؤمن واصعب على الكفار اصعب على الوحش اللي ساكن فيه الجبل والغار اصعب على الطفل اللي في اللفة وهو لسه صغار رابع من السطر رابع من السطر ابني يا زمان بكل سلاح وربنا راضي اللي بأصلك معايا يا زمان واعمل دون انا برضو راضي يا 300 محكمة جابوا 400 قاضي والنبي لو شجيت اللي بيا راح انفخ القاضي القاضي قال لي اسمك ايه قلت له يا عياد راضي قال لي راضي الغلابه بص بقى قلت له المصحف فراضي انا اللي ارتب الهمني يا دنيا والهمني بيا مش راضي مش راضي مش راضي مش راضي وانا اللي ارتب الهمني والهمني بيا الهم بيا مش راضي مش راضي مش راضي مش راضي روح منك لله ظالم ومعذبني ليل ونهار ما شاء الله انا وانت والزمن الطويل واللي بتهون الحبايب ما بتعترفش ارفع ايدك شكلك ايه لما سيبك واللي قلبك ايه عن حبيبك شكلك ايه لما سيبك واللي قلبك ايه عن حبيبك شكلك لما سيبك واللي قلبك عن حبيبك
ايدك ده شكلك ايه؟ طب وانا ماليش دعوة بيهم لحد لنا طب وانا ماليش دعوة بيهم لحد لنا يا بابا انت ربك يحس بيا يحس بيا وتاني انا مش اخلاص خليك عليا انا خليك اصحاب معايا حد كده وكفايا واصحابي الفرح ربونه ارواح اسم الفرح على سيدنا النبي وارفع ايدك فوق العب يا عريس I'm not afraid.